السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في المحاضرات المسجلة لمساق الكسب والتربح من تطبيقات الهواتف النقالة لطلاب وطالبات المستوى الرابع قسم الحوسبة النقالة جامعة الإسراء غزة. اليوم إن شاء الله رح نكمل في الفصل الرابع واللي بيتكلم عن استعراض المشاريع والوظائف. إحنا بهذا الشابتر بدينا تعرفنا كيف بدنا نفعل الحسابات على منصة Upwork في حال إنه الحساب تم رفضه. تعرفنا على كيف نبحث عن وظيفة وكيف نستعرض وظيفة في المنصات مثل مستقل و Upwork و فريلانسر. اليوم إن شاء الله درسنا حيكون عن أنواع الوظائف في منصات العمل الحر، وإذا كان في متسع من الوقت حناخد كيف نتعرف على المعلومات الخاصة بالوظائف. طبعاً حكيت لكم من أهم الأمور اللي أنت لازم تاخدها بعين الاعتبار في حال تم رفض بروفايلك على منصة Upwork، إنك تكمل كافة البيانات، إنك تتأكد إنه بياناتك مش منسوخة من بروفايلات لفريلانسرز على المنصة. معرض الأعمال كتير تركز عليه ويكون قوي ومميز ومتنوع. حاول تخصص مجال عملك ما يكون عام مثل development أو programming، وتغير مجال العمل مؤقتاً لمجال من المجالات اللي ما في كتير في freelancers عليها أو موجودين بيعملوا فيها، فبالتالي بتكون نسبة القبول أعلى. ممكن تغير في سعر الساعة إذا كانت جداً منخفضة أو جداً مرتفعة، وتتأكد من وضوح الصورة الشخصية وتاخذ مجموعة من الاختبارات واللي منها الريدنس اكزام. هذا عبارة عن خلينا نحكي امتحان بيكون موجود على منصة Upwork، بيكون أسئلة عن قديش انت فاهم المنصة وفاهم الأمور التقنية المتعلقة فيها. طبعاً قبل ما تفوت الامتحان في عندكم زي يعني مجموعة من الأسئلة أو اللينكس بتجاوب على مجموعة من الأسئلة بخصوص المنصة، فيكم تقرؤوها و يعني تستوعبوها منيح لأنه أسئلة الكويز بتكون منها. طبعا الكويز ممكن تاخده أكثر من مرة في حال رسبت فيه. طبعا يفضل أنكم تقرؤوا الارتيكلز الموجودة قبل ما تفوتوا الكويز، لأنه هيك يعني مش هتقدروا تجاوبوا الأسئلة يعني زي ما بيحكوا بالحدث. يعني لازم تكونوا عارفين المنصة بشكل كتير منيح عشان تقدروا تجاوبوا على الأسئلة اللي هم بيطرحوها عليكم في الكويز هاد. أوكي، هاني يا جماعة هاي منصة Upwork. للناس اللي حابة تاخد الريدنس إكزام أو الريدنس تست، بتحطوا من تاب Find Work، بتحطوا على Upwork Readiness Test يعني امتحان الجاهزية. طبعاً بحكي لكم إذا أنت بدك additional background before taking the test read this help article. في عندك زي article إذا ضغطت عليها رح يفتح لك اللي هو المقالة بتساعدك على أنك تجتاز هذا الامتحان، فيها مجموعة من المعلومات عن منصة Upwork. بحكي لك هي prepare for the test يعني جهز حالك للتست، فيها مجموعة من الكي سيفتي تيبس البوليسيز والترم اوف سيرفيسز لازم تكون انت كل يعني على علم فيها عشان تجتاز الامتحان. في مثلا كيف تعمل complying with Upwork terms of service، كيف تعمل avoid the scams، كيف تعمل payment protection، كيف تعمل submit proposal، invitation response time، كيف بصير الفريلانسر 100% البروفايل تبعه 100%، شو هو الجوب سكسس سكور، وكيف بتصير انت توبريتد على المنصة. فانت في حال انك قرأت هاي التيبس ممكن ترجع تعمل الكويز من ستارت تيست وبتشوف قديش حتحصل فيه، واذا رسبت فيه يمكنك اعادته اكثر من مرة. تمام. طبعاً يا جماعة أخذنا في طريقتين، يا إما بتستعرض الوظائف حسب الكاتيجوري، يا إما بتبحث عن الوظائف باستخدام الفلاتر. وتكلمنا عن الفلاتر بأنواعها مثل الجوب تايتل، الفري الإكسبرينس ليفل، الكلاينت هيستوري، الكلاينت إنفو، النمبر أوف بروبوزلز وما إلى ذلك.
طبعا يا جماعة، شو أهم التحديات اللي بتواجه المستقل خلال البحث عن الوظائف؟ في عندي أول حاجة وجود عدد ضخم من الوظائف والأعمال المعروضة في المنصات الأجنبية، وبالتالي الحاجة لوقت طويل لعملية الفرز. طبعا انتم ما تتصوروا انه المنصات الاجنبيه وخصوصا اب وورك وفريلانسر بيكون عدد الجوبس المعروض عليها اكستريملي لارج، فانت لازم يكون عندك فلاتر عشان تقدر تختار الجوبس اللي ملائمه لمهاراتك ولا معاييرك. تاني شغله، بيكون في تباين كبير في اسعار ومناسبه الوظائف المعروضه، يعني اشي بيناسبك اشي ما بيناسبك، اشي بده تيم كبير اشي بده سكيلز كبيره اشي بده حاجات كتير ادفانس، فانت بدك برضو ايش تختار المناسب لك. بعض الوظائف بتكون ممتازه في مواصفاتها لكن مش في مجال تخصصك ولا في مهاراتك، فبالتالي لا تضعها ضمن القائمه اللي انت بدك تشتغل عليها. يعني بمعنى ممكن تلاقي جوبس السعر تبعها كتير عالي بس هي مش في تخصصك، يعني فما فيش فيها اي نوع من المجازفة انك تروح تاخد اشي برا اختصاصك، يعني حتى لو لمجرد اللي هو زي ما بيحكوا المغامرة. تمام. طبعا يا جماعة، بعد ما او يعني ايش الهدف من انك انت بتبحث عن وظائف في المنصة؟ الهدف من إنك تستخدم الفلاتر في المنصة هو إنك تقلل عدد الوظائف الغير مناسبة، يعني أنت كل ما فلترت بتلاحظ إنه عدد سوري عدد الوظائف بقل، فبالتالي أنت بصير عندك تركيز أكتر على على الجوبس اللي أنت بتقدر تشتغلها، فبالتالي الأمور عندك بتصير أسهل. فلازم يا جماعة أول حاجة نركز على استخدام الفلاتر كتير منيح، وتفلتر الوظائف حسب الكاتيجوري تبعتها، حسب مثلا جودة العميل، هل العميل هذا من دولة محددة؟ دائما الفلسطينيين بيميلوا للعملاء اللي من دول الخليج. مثلا هل العميل هذا له تاريخ سابق ببين إنه هل له مشاريع قبل هيك انشغلت؟ فأنت ركز على العملاء اللي عندهم فريلانسر السابقين، وهل قام بتأكيد آلية الدفع ولا لأ؟ بيكون هذا أكثر مصداقية لما يكون دفع على مشاريعه، أو حتى بمجرد إنه البيمنت إز فيريفايد، هذا بيكون إنسان نوعا ما ثقة إنك تشتغل معه. تمام؟ فأول حاجة لازم نركز على استخدام الفلاتر في عملية السيرتش. تاني شغلة يا جماعة، الوظائف اللي بتطلع أنا لازم أحللها ولازم أدقق فيها وأطلع فيها منيح عشان أحدد هل هي مناسبة إلي ولا مش مناسبة. فأنا لازم أقرأ وصف هذه المهمة، لازم أشوف هل بتناسبني ولا لا، أتحقق إنه أنا بقدر أعمل هذه الجوب بسهولة، وأشوف سعرها هل هي بالساعة ولا هل هي بالعقد الثابت، وآخر حاجة بدي أشوف تقييم العميل، إيش الناس حاكية عنه، أروح أفتح بروفايله أشوف من متى إله عضو في المنصة، أشوف قديش وظائف خلصها مع المستقلين، أشوف المبالغ اللي دفعها، أشوف متوسط سعر الساعة عنده. فبالتالي كل هاي الأمور يعني لازم ناخدها بعين الاعتبار بعد ما إحنا بحثنا عن الجوبس. يعني انت بحثت اوكي طلع عندك جوبس كتيرة، بس انت you have to be يعني كتير specific في تحديد الجوب اللي انت بدك تختارها. طبعا زي ما حكيت لكم كمان في Upwork في عندكم الفلاتر اللي انتم بتستخدموها you can save it، يعني ممكن انتم تحفظوها وبعد هيك تصير تطلع لكم على السايد بار زي ما ورجيتكم بالمحاضرة السابقة، وترجعوا لها في اي وقت ممكن بدون ما تضطروا تعملوا ريتايب للسكيلز مرة تانية. تمام. هلا اليوم حنتكلم عن انواع الوظائف في منصات العمل الحر. في عندي two types of jobs، في عندي الـ hourly jobs وفي عندي الـ fixed price jobs. الأورلي وظيفة بالساعة،
الفيكست برايس اللي هي المبلغ الثابت. طبعا يا جماعة أبورك ومستقل عندهم النوعين من الجوبس، بينما مستقل ما بتعترف بوظائف الساعة، كل مشاريعها وظائف بالمبلغ الثابت. طيب خلونا نتعرف شو يعني وظيفة بمبلغ ثابت، الفيكست برايس جوبس إيش يعني؟ الفيكست برايس جوب في هذا النوع من الأعمال بيتم الاتفاق بين العميل والمستقل على القيام بعمل محدد مقابل مبلغ ثابت ومحدد. بمعنى لما بتنزل الجوب بيكون حكي لك سعرها 500 دولار، لا بده يزيد ولا بده ينقص، تاخدها انت كده زي باكج تشتغل له اياها from A to Z مقابل السعر الثابت اللي هو محدده، وبالتالي يكون هذا المبلغ متفقا عليه عند البدء في العمل. يعني هذا ال هاي الجوب بيكون شغلها معروف، التاسك تبعتها معروفة والسعر تبعها اللي هو إيش معروف، فبالتالي هاي هي وظائف المبلغ الثابت. طبعاً يا جماعة إيش مميزات هذا النوع من الوظائف؟ أول حاجة الحماية المقدمة من منصات العمل الحر، يعني منصات العمل الحر أبورك فريلانسر مستقل بتقول لك إنه الأموال في هذه الحالة تبقى معلقة بين العميل والمستقل، ولا يمكن لهما سحب هذا المبلغ إلا بموافقة الطرف الآخر. يعني يا جماعة ما بيتم العمل بهذه الوظائف قبل أن يودع العميل المبلغ في الموقع، يعني بمجرد ما يعمل لك هاير على الجوب المصاري بتتحول من حساب العميل للمحفظة الموجودة على المنصة. في يا جماعة أغلب المواقع بتتعامل مع محفظة أو يعني زي نحكي خزانة أو خزنة سوري افتراضية اسمها اسكرو. هاي اسكرو يا جماعة فيكم تعتبروها زي الخزنة الصغيرة، هاي بنحط فيها الفلوس تبعت الجوب، فبالتالي بيقوم العميل بوضع هذه الفلوس تبعته في هذه الخزنة وبتضلها معلقة في المنصة، لا بيقدر ياخدها الفريلانسر ولا بترجع للعميل أبداً إلا بموافقة أي طرف من الثاني. بمجرد ما أنت تسلم شغلك للعميل المنصة بتعمل ريليز ل هذا المبلغ وبحطوه في حسابك انت في محفظتك انت على اللي هي المنصة. فهذه هي آلية عمل الوظائف العقد الثابت او المبلغ الثابت، يعني الفلوس بتضلها تتمرجح في المنصة ما بتصلك الا لما انت تخلص شغلك، ومن حد ما يضغط لك هير العميل بتنتقل المصاري من حسابه لخزنة الاسكرو الموجودة في المنصة. تمام. تاني شغلة يا جماعة إمكانية تجزئة المشروع لمايلستونز، وهذه من أفضل الميزات اللي ممكن تشوفوها بحياتكم. لو يكون عندكم يا جماعة المشروع كبير والفلوس ممكن بدل ما انت بعد ما تخلص كل الجوب تنبعت لك الفلوس، لا فيك تاخدهم جزء جزء، يعني انت بتقسم المشروع لمجموعة من المايلستونز المراحل او المحطات، بيكون لكل مرحلة تاريخ وبيكون لكل مرحلة مبلغ. بمجرد ما تخلص المرحلة المنصة بتعمل إيش؟ بتحط لك فلوس هذه المرحلة في حسابك على المنصة. تمام. هالقد يا جماعة زي ما حكيت لكم إنه فيكم يعني فيكم تقسموا المشروع لمجموعة من المراحل المختلفة،
لكل مرحلة بيكون في عندي تاريخ محدد لإنجازها ومبلغ مرتبط فيها. فأنت هيك فيك تاخذ مصاريك على دفعات نقدية خلال فترة التنفيذ، بدل ما تنتظر طول الفترة تبعت انتهاء المشروع. وبالتالي أنت بتاخذ فلوسك أول بأول، والعميل بيصير يشوف التقدم في المشروع حبة حبة. يعني برضو مش حينصدم مرة واحدة يشوف الناتج مرة واحدة، لا، انت كل مايلستون بتعطيه الشغل فهو بيصير على دراية بالتطور والتقدم اللي بيصير بالمشروع. مثلا لو في عندكم يا جماعة مشروع تكلفته خلينا نحكي 2000 دولار، ممكن انت تقسمه لمجموعة من المايلستونز، كل مايلستون إلها تاريخ وإلها مبلغ. فأنت مثلا فيك تقسمه لخمسة مايلستونز، مثلا لو بدكم تعملوا موقع إلكتروني، مثلا المرحلة الأولى تحلل فيها النظام تاخذ عليها 200 دولار، المرحلة الثانية تسلم التصاميم تاخذ عليها 500 دولار، يكون مثلا مدتها 2 أسبوع، المرحلة الثالثة تبرمج الواجهات في 3 أسابيع تاخذ عليها 500 دولار، المرحلة الرابعة تبرمج لوحة التحكم الكنترول بانل تاخد فيها 2 أسبوع وكمان تاخد عليها 500 دولار، المرحلة الخامسة تجرب الموقع وتصلح الأخطاء اللي قد تنشأ من الاستخدام، مثلا تمتد ل4 أسابيع وتاخد عليها باقي المبلغ اللي هو 300 دولار. فهذه أنا شخصيا اشتغلت مع عميل وكان يقسم لي البروجكت لمجموعة من المايلستونز، وكل مايلستون يعطيني فلوسها أول بأول، فهي جدا جدا رائعة. ما فيك يعني لا هو بيستنى لآخر البروجكت عشان ياخد المنتج، ولا أنت بتستنى لآخر البروجكت عشان تاخد فلوسك. تمام. في عندي يا جماعة اللي هم الأورلي جوبس اللي هي الوظائف بالساعة. طبعا في هاي النوع من الوظائف بنحتسب السعر، يعني انت كل ساعة بتشتغلها بتاخد عليها مبلغ معين. مثلا انت بتكون حاطط 10 دولار، او اتفقت انت والعميل انها تكون الساعة 10 دولار، فانت كل ساعة بتشتغلها تاخد عليها 10 دولار. هناك المشروع كله كامل حتاخد عليه مبلغ معين ثابت، لا بيزيد ولا بيقل، حسب الاتفاقية بينك وبين الزبون. تمام. طبعا متى أنا بستخدم الـ hourly jobs؟ في حال كان العمل مستمر بينك وبين الزبون. يعني إذا أنت مثلا شغال على مشروع ترجمة، تمام، والمشروع هذا حيطول، يعني ممكن ياخد معاكم 3 4 شهور، فانت خلص هو بيفتح جوب واحدة وبالساعة بيصير يعطيك الارتيكلز اللي بدك تترجمها ويحاسبك. كل مثلا ارتيكل مثلا بتاخد في 2 ساعة بيحاسبك على 2 ساعة، اللي بعده بتاخد 4 ساعات بيحاسبك على 4 ساعات. فبالتالي لما يكون العمل مستمر أو العمل غير واضح المعالم، يعني أنت بيعطيك جوب بس هو مش عارف شو بده والفترة مش معروفة شو هي، فأنت لا عارف الـ requirements ولا مقدر الـ time table تبع المشروع، فبالتالي ما بتقدر أنت وياه توصلوا لمبلغ ثابت. So بصير يقول لك قد ما تشتغل أنا حعطيك بالساعة. طبعا بهذه الطريقة يتم الاتفاق على سعر الساعة، بينما لا تكون الكفة المهام والتفاصيل واضحة. زي ما حكيت لكم، يا الجوب نفسها مش واضحة يا إما العمل نفسه مستمر. تمام. طب شو مميزات الـ hourly jobs؟ أول حاجة ضمان الحصول على الأموال. زي ما في ضمانة على إنه تصلك أموالك في الوظائف الثابتة، أكيد في ضمانة حتوصلك، أو في ضمانة موجودة لتحصل على أموالك في الـ hourly rate. طبعا بتم ذلك من خلال تأكيد العميل لـ
وسيلة الدفع، يعني لازم يكون العميل عندي الـ payment verified، يعني في له شابك أو رابط، خلينا نحكي بطاقته أو الباي بال تبعه على المنصة، فبالتالي بتنخصم المبالغ المستحقة بعد اعتماد ساعات العمل بين الطرفين. نفس الفكرة، يعني المصاري تبعتك حتنحط في الموقع حسب عدد الساعات اللي انتوا اعتمدتوها، وحسب عدد سوري سعر الساعة اللي انتم اعتمدتوه، فبالتالي برضو في عندي ضمانة للحصول على الأموال. طيب هلأ انتوا بتحكوا كل ساعة بنشتغلها حناخد عليها فلوس، طب يعني ربما تتساءل زي ما هم كاتبين، كيف يتم التأكد من أنه المستقل عن جد أنجز الساعات المطلوبة منه؟ ممكن يحكي أنا أنجزت 5 ساعات عمل، لكن هو بس فعليا اشتغل فيهم ساعة واحدة، يعني يجي بده يزود على الكلاينت مصاريفه، يقول له بدل الساعة اللي اشتغلها أنا اشتغلت 5 ساعات. الأمور طبعا مش خلينا نحكي بالصفاقة هاي أو بالهبل هادي، يعني ما في إشي اسمه إنك تألف عدد ساعات. فطبعا يا جماعة المنصة بتضمن إنه الساعة التي ينجز فيها العمل هي ما سيتم دفعها. An hour worked is an hour paid، يعني اللي بتشتغله حتاخد عليه فلوس. So كيف أنا بدي أضمن إنه هذا المستقل قاعد بيشتغل مش قاعد بيلعب، وإنه لما يجي يحكي لي أنا اشتغلت 5 ساعات هو فعلا اشتغل 5 ساعات؟ So في المنصة عاملة طريقة عشان تتأكد من إنه العميل عماله بيشتغل مش بيلعب. في يا جماعة برنامج خاص لاحتساب وتتبع الوقت، هو التايم تراكر. في كل منصة في عندنا تايم تراكر، هذا عبارة عن أبليكيشن بتحمله عندك على جهازك، بمجرد ما أنت تبدأ تشتغل بالجوب اللي بدك تعمل لها تراكينج بتشغل هذا البرنامج عشان يحسب لك ساعات العمل. تمام؟ ف مثلا أبورك عاملة برنامج تايم تراكر، من خلاله انت فيك يعني فيك تحمله، ومن خلاله ممكن يعني تبدأ تسجل عدد ساعات العمل اللي انت بتشتغلها. طبعا طيب اوكي، طبعا يا جماعة أثناء عملك في وظائف الساعة لازم تقوم بتشغيل برنامج المتتبع اللي هو التايم تراكر، وتحدد على أي وظيفة أنت بدك تتبع. يعني إذا أنت كان عندك كذا جوب بتشتغل عليهم أورلي، بتقول له أنا هلأ بشتغل على الجوب الأولى، فبالتالي بيبدأ يتبع لك الجوب الأولى. طب إيش البرنامج بيعمل عشان يأكد للعميل إنه أنت عمالك بتشتغل؟ اللي بيعمله البرنامج إنه بياخد صورة من الشاشة الخاصة فيك، يعني شو بيعمل؟ بيعمل سكرين شوت على فترات عشوائية، يعني كل فترة والتانية بتلاقي ماخد عندك عن شاشتك السكرين شوت، ممكن تكون كل 9 دقائق أو كل 12 دقيقة بيتم اللي هو إيش، أخذ عينة الصفحة تبعتك أو الجهاز تبعك وإرساله للعميل. تمام، فهذا من يعني بضمن للعميل إنه الفريلانسر قاعد بيشتغل وبيأدي المهام المطلوبة منه بصدق يعني بأمانة. فإذا أنت بدك تشتغل أي إشي خارج إطار الوظيفة اللي أنت عمالك بتشتغلها، يعني مثلا أنت بدك تفتح فيسبوك، مثلا بدك تفتح ايميلك، مثلا بدك تعمل اي اشي على جهازك، فانت هان ما تضلك فاتح التراكر، سكر التراكر، اعمل اللي بدك اياه وارجع شغله لما ترجع على الجوب اللي انت بتشتغلها. ليش؟ لانه ممكن وانت قاعد بتتصفح فيسبوك ياخد سكرين شوت وبده يبعتها لمين؟ بده يبعتها للعميل. فبالتالي يعني بدك تكون صادق مع نفسك
قبل ما انت تكون صادق مع ايش؟ مع العميل. طبعا البرنامج هذا يا جماعة بتيح لك تكتب رسالة مرفقة لكل صورة بتم أخذها للعميل قبل إرسالها له. يعني هو بيقول لك إنه أنا هاني أخذت صورة بدي أرسلها للعميل، إذا بدك تضيف أي comments you can add it. فأنت ممكن تكتب توضيح، أنت مثلا لما اتخذت هاي الصورة شو كنت تعمل؟ بتبرمج، بتصمم، بتكتب comment whatever. تمام. فهي فايدة يا جماعة التايم تراكر. التايم تراكر إيش بيعمل؟ بيعمل تراك لشغلك على الجهاز، بياخد سكرين شوت بين كل فينة وأخرى عشان العميل يعرف إنك أنت شغال بشكل حقيقي وصادق على الجوب اللي أنت تشتغل عليه. تمام. طيب الصور هاي اللي بدها ترتسل للعميل فيك تحذف صورة منها؟ ما هو التراكر بيقول لك إنه أنا حبعت الصورة هاي للعميل، فهل فيك تحذف صورة من الصور اللي أخذها كسكرين شوت؟ طبعا بتقدر تحذف أي مقطع ما بترغب إنه يشوفه العميل، لكن إذا انحذفت هاي الصورة سيتم حذف الفترة الزمنية المرتبطة بها. تمام. يعني حيبطل يبين انك انت كنت شغال بالتايم انترفال هاي، لانه انا حكيت لكم انه كل سكرين شوت بتتم على فترة عشوائية ممكن تكون 9 دقائق او 12 دقيقة، وبتم تسجيل هذه الاوقات كفترات زمنية في سجل العمل اللي بتم ارساله للعميل. فاهمين؟ يعني هو برسل الصورة هاي وبيقول له إنه فروم كذا وكذا اتخذت هاي الصورة، فإذا أنت بدك تحذفها حتنحذف الفترة الزمنية المرتبطة بهاي الصورة. فبالتالي يعني ممكن خلينا نحكي يعني ينتقص من الوقت اللي أنت اشتغلته. فبالتالي يعني أنت تكون مهتم بالشغل اللي أنت بتعمله بشكل جيد، وما تتباطأ بالتنفيذ، وما تضيع وقت كتير في إنجاز أعمال بسيطة. يعني مش يضل التراكر يبعث له صور على نفس وأنت على نفس السطر line of code، يعني مبينة هاي. حتى لو أنت فاتح حيبين إنه أنت لسه في نفس line of code. so ما تتباطأ وما تكذب وما تاخد وقت في إنجاز أعمالك. تمام. فهذا هو التايم تراكر. تمام. هلأ يا جماعة المستقلين الجداد اللي على منصة أبورك دايما بيميلوا للفيكست تيرم كونتراكت أو جوب، يعني وظائف المبلغ الثابت، عشان يضمنوا وجود المبلغ في الحساب. فهنا في بيكون يا جماعة بعض العملاء الجدد اللي ما بيكونوا لسه فعلوا وسيلة الدفع، فإن عقد الساعات سيظهر لك أنه يحسب ساعات لعملك ولكنك لن تحصل على أي نقود، فممكن يعني ما يعطيك أي فلوس. فبالتالي عشان ما تقع في الشباك هدول المحتالين فيك تحول وظيفتك من ساعه لعقد ثابت، لانه العقد الثابت انا بضمن انه المبلغ بيكون عندي موجود في محفظه المنصه. شغله ثانيه يا جماعه، كمان موقع Upwork بيحتوي على مجموعه من الالجوريثمز بتعمل على تحليل استخدامك لجهاز الحاسوب طول ما انت مشغل التايم تراكر. فهذا بصير يعدلك مثلا استخدام الماوس في الدقيقه، قديش متوسط سرعه كتابتك. فهذه برضو كلها بتاخذها بعين الاعتبار، انه انت يعني كل حركه بتكون بتعملها على الجهاز بتكون محسوبه عليك وبتكون موجوده من ضمن التقرير، فبالتالي
لازم يكون يعني زي ما حكيت لكم تكونوا صديقين وانتم بتشتغلوا، لانه اي حركه يعني انتم متصورين انت بتشتغل والصوره تبعتك بتتصور، صوره اللابتوب بتتصور، ايش السكرين شوت، عدد تكات الماوس بتتصور، سرعه طباعتك سرعة بتتسجل. فالامور مش عشوائيه ومش عبثيه، كل شيء انتم محاسبين عليه. تمام. في عندي يا جماعة المصطلح جديد عندنا اللي هو غرفة العمل، الورك روم. تمام، شو بنقصد بالورك؟ هلأ يا جماعة الورك روم، انت لما بتصير بتاخد جوب من عميل اكيد بصير يظهر عندك وين؟ بصير يظهر عندك في المسنجر تبع المنصة. فبالتالي المسنجر روم هاي عبارة عن صفحة مركزية، أو سوري الورك روم عبارة عن صفحة مركزية مخصصة لإدارة الوظائف التي تقوم بها والتواصل بين المستقل وصاحب العمل، ويمكنك الحصول أو الوصول لها من خلال صفحة الرسائل الخاصة بك وبينك وبين العميل كما هو موضح بالصورة. هان يا جماعة في عندي اللي هو تشات روم أو غرفة عمليات أو غرفة عمل بين كلاينت وبين مستقل. طبعاً هذه من خلالها بتم مجموعة من الأمور، يعني هي أنتم شايفينها إنها عبارة عن مسنجر، يعني أنت فيك تتخاطب مع الكلاينت وتتفقوا على الأمور التقنية والتسليم والتكلفة وما إلى ذلك. طبعاً هاي يا جماعة فيكم تتواصلوا زي ما حكيت لكم مع صاحب المشروع من خلال نظام الرسائل، طبعاً فيكم ترسلوا تقارير، تعملوا attachment، طبعاً فيكم تعملوا اجتماع صوت وفيديو، هايهم من هان، هاي الصوت وهي الفيديو. طبعاً ممكن ترفعوا ملفات المشروع، تعمل أبلود، وفيكم تحكوا له أنه المشروع، تعملوا له سوري إشعار أنه المشروع اكتمل أو جزء منه. يعني إذا خلينا نحكي أنه المايلستون انتهت أو لا. تمام، فهذه هي الورك روم، يعني صفحة من خلالها أنتم بتديروا الأمور المتعلقة بالجوبس. تمام، كل ما يتعلق بالجوب من ملفات، من اتصالات، من اجتماعات، من إشعارات. تمام. طبعاً يا جماعة من المخاطر في منصة Upwork إنك تقدم لكثير من الأعمال مع عدم وجود تفاعل من الكلاينت على المنصة. يعني انت بتضلك تقدم جوب ورا جوب ورا جوب وبتكتب بروبوزل وما حدا بيرد عليك. اذا لفتره طويله ضليتك هيك Upwork يا اما بتسكر حسابك يا اما بتخليه مخفي، يعني برايفت، ما حدا بيقدر يصله او يشوفه. فالمنصه ليش بتعمل هيك؟ لانها بتستبعد الفريلانسر اللي زي هيك، اللي ما في اي حد بيهتم بعروضهم المقدمة، فبالتالي بيعملوا على إتاحة الفرصة لمستقلين آخرين أكثر كفاءة. في ناس عمال بترد على العروض تبعتهم، فأنت لازم لما تعمل بد أو لما تعمل عرض يكون العرض تبعك مقنع ويكون جودته كويسة، بحيث تلاقي ريسبونس من الكلاينتس الموجودين على المنصة. تمام، احنا هيك بنكون خلصنا الجزء الثاني من الشابتر الرابع. بضل علينا آخر جزئية اللي هي التعرف على المعلومات الخاصة بالوظائف، إن شاء الله رح ناخدها بفيديو أخير في شابتر 4. أنا هيك بأكتفي بهذا القدر من محاضرة اليوم. زي ما حكيت لكم إن شاء الله رح أفتح واجب بداية الأسبوع القادم، تعملوا سيرتش باستخدام الفلاتر على مجموعة من الجوبس اللي في مجال
الاندرويد ديفلوبمنت، والمطلوب منكم ارفاق سكرين شوتس للفلاتر اللي انتوا استخدمتوها وللريزلتس اللي حتطلع لكم من الثلاث منصات، منصة Upwork، منصة مستقل، منصة Freelancers. تمام، بهيك أنا بكون خلصت المطلوب في ما يتعلق بأنواع الجوبس المتاحة على منصات العمل الحر اللي هي بالساعة والعقد الثابت أو المبلغ الثابت. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.